فاخر. محمد شنو قيمة الجمهور بالنسبة لمحمد فاخر؟ كنظر القوة ديال فريق الرجاء هو جمهوره اللي ما تقدرش تحصره، تقدر تحصر اللعاب ديالهم ديال الرجاء، تحصر أي شيء ولكن ما تقدرش تحصر هذاك الجمهور، وهذيك هو القوة الضاربة ديال فريق الرجاء، فالثقل ديالو على الخصم ولا ولا الدفع في اتجاه صحيح اللاعبين ديالو اللي كيرجعوا لاعبين اخرين. ف نعطيك مثال، ملي كتاخذ لو جوور سي ان ارتيست، الا خديتي مغني ولا شاز فيد لمن غادي يمول؟ انت واحد ما كيكونش ديك